أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. حقيقة لا يمكن إنكارها أن المرأة السعودية بمجرد حصولها على الفرصة المناسبة نجحت وأبدعت في كافة المجالات، وهذا يعتبر واضح وجلي من خلال الكثير من النماذج لسيدات سعوديات نجحوا وأبدعوا وتميزوا في عالم المال والأعمال. السؤال يطرح نفسه، هل الرجل يتقبل ويعني ما عنده أي مشكلة في تفوق المرأة عليه، أم هو ما زال عنده مشكلة أنه أنا القائد وأنا المدير وإلى آخره؟ إحنا عندنا أسئلة كثيرة بخصوص هذا الموضوع هطرحها على ضيفتنا الكريمة بالاستوديو. إحنا معنا الدكتورة غادة عبد العزيز الصويغ، مستشارة الموارد البشرية والتدريب. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيك. ترحنا على الهواء على فكرة أستاذة غادة. كيف حالك؟ الحمد لله. تمام؟ الله يخليك، تسلمي. أستاذة غادة، دحين الغيرة هل هي موجودة فعلا بداخل الرجل لما تكون المرأة تفوقت عليه في مجال العمل وفي مجال الـ أي كان، مثلا بمجال تجاري، أي مجال، نوع المجال المهم في 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 النجاح إذا تفوقت عليه، هل هذا الموضوع بيولد غيرة عنده؟ رغم أنه الرجال دائما بيتهموا السيدات أنه الغيرة عندكم، أنه العقل الصغير ده عندكم، مش عارف إيه. أنت إيش تعليقك على الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أكيد الغيرة موجودة، ومكان العمل يعني يحفل بهذه الأشياء. وإذا المرأة ناجحة أكيد حيغار منها الرجل أو المرأة، ففي كلا الحالات الغيرة موجودة، لكن إحنا نبغى نشوف كيف نقدر نوظف هذه الغيرة. إما تكون غيرة نقدر نشتغل على أساسها ولا نعمل ونكد، ولا إنه نحط مصايد. اها بالضبط، صحيح كلامك، وهذا طبعا بيعطل المصالح كلها. اكيد ما يهم عاد ساعتها المصلحه لما الغيره تكون موجوده. اكيد. لا ما يهم، كله يبغى يثبت جدارته انه هو احسن طبعاً. والاخر اكيد. طب المراه مقارنه بالرجل، انا ابغى جواب صريح حتى لو كان ضد مصلحتنا احنا سيدات، لكن هل المراه مهاراتها في التعلم اسرع بالرجل والتدريب؟ طيب احنا هنقول مع يعني بناء على الدراسات دائما نقول، بس يمكن الكلام هذا حيزعل الرجال شويه. ما عليه، يزعل بكره يرضوا. طيب بناء على الدراسات الموجوده حتى يومنا يعني الحالي، ما زال طبعا الدراسات قائمه، هي انه المخ الرجل اكبر في المساحه من مخ المراه، لكنه ما بيستخدمه بكفاءه المراه، لانه المراه نعم وهذا صحيح، والمرأة هذه دراسات يعني؟ طبعا دراسات معمولة إلى الحد اليوم، طبعا هم بيعملوا دراسات، يمكن مؤخرا كان 2013 في كلمة عالمة مهتمة بهذا الموضوع، فكان حجم المخ بيكون أكبر، لكن الكفاءة واستخدامها ما بتكون بنفس الكفاءة، وده بيعود للخلايا العصبية اللي موجودة والتوصيلات الموجودة في مخ المرأة بتستخدم كل حاجة فيها. أما الرجل ما بيستخدم كل المناطق. يقال أن مخ المرأة هو الشبكة والرجل الصندوق، ما يقدر يفكر في مليون حاجة، ممكن، والمرأة تفكر ب 600 مليون حاجة. نعم، لأنها تهتم بالتفاصيل وهذا من طبعها. والأشياء الصغيرة ممكن تتذكر الصورة فيها ألوان كثير، ممكن تفتكر تفاصيلها، أغنية تسمعها تفتكر الانسترومنتس ولا الأشياء اللي موجودة في الأغنية. في مقابل الرجل يمكن يهتم بالصورة الأكبر وما يفتكر التفاصيل، حتى استرجاع واستحضار التفاصيل ما بتكون عنده. نرجع للإجابة على السؤال، نعم المرأة بتتعلم أسرع من الرجل، وهذا موجود في بيئة العمل، يعني بنلاحظه كثير لما إحنا نستقطب ونعين مثلا سيدات أو رجال، بنلاقي أن المرأة طبعا لما يكون واحد عنده هدف واضح بتحصل على المهارة سريعة وبتتعلمها أسرع من الرجل، وهذا موجود ترى في حتى في الحياة، الأطفال البنات يتعلموا الكلام قبل الأولاد. تمام تمام. طب يعني في بيئة العمل النسائية بنعرف مثلا كيف السيدات بيغيروا من بعض من خلال أشياء بصراحة يعني ما ممكن أشياء بتكون مؤذية، بس إنه ممكن إيش يعني مثلا أعمل مشكلة بين دي ودي، أعمل حاجة بين دي ودي، أروح أخرب علاقاتها بالناس، أروح مش عارف إيه. لكن اللي أعرفه إنه غيرة الرجل بتكون مؤذية،
هذا اللي أنا أسمع فيه من بيئات العمل. كيف ممكن تكون غيرة الرجل من المرأة في بيئة العمل؟ إيش ممكن يعمل لها؟ إيش الأشياء اللي ممكن يعني ممكن إنه يخليها تتراجع في إنتاجيتها؟ هل إنه يعني ممكن يتقبلها من ناحية أخرى إنه هي مديرته وإلى آخره، أو هي منافسة له بالعمل؟ يعني طبعا احنا في تفاصيل، يعني عندنا الغيرة والقيادة ومكان العمل ومرأة ورجل كله. زي ما قلنا الغيرة موجودة واردة، طبعا واردة، لكن أول كانوا يحصروها على السيدات. صراحة الغيرة لما بتيجي من الرجل بتكون أصعب مؤذية أكثر. أصعب لأنه بيخطط كده بمزاج، يمكن هم متسرعين أكثر. فتلاقيه زي ما قلت لك المصيدة اللي الواحد بيطيح فيها بتكون أكبر. بس في الآخر شوفي، الواحد دائما يهدف أنه يحرص على أداء عمله، لأنه لو حيلتفت للحاجات اللي بتحصل ده في بيئة العمل، في الآخر حيخسر الواحد شغله. يعني ما ممكن واحد باله طول الوقت في الأشياء هذه، طيب الشغل في الآخر يعني مصلحة العمل حتنضر. بس هو لسه ما بيتقبلها انها تكون مثلا منافسه له او مديرته، ولا ممكن الان يعني شوفي يعتمد طبعا في بعض منهم ممكن يتقبل؟ والله اختي خلود انت عارفه دحين المجال صار في تحديات اكبر، وكل واحد بيحاول يثبت نفسه في مكان العمل. العمل ما كان مفتوح للسيدات زي ما هو الان، فتلاقيها هي دائما تبحث انه تطور نفسها وتعلم نفسها في العمل. فتلاقي الرجل بالتالي يعني إما أنه يكون واحد يقدر يعمل، يقدر يعني يجتهد في شغله أو لا. يعني فالثقافة تلعب دور كبير أنه هو يتقبل السيدة هي في مكان القيادة ولا لا. بس أنا أعولها صراحة على الشخصية، إذا كانت الشخصية هي فيها الميزات أنه الواحد يكون قيادي ولا لا. ممكن رجل يكون فيه عنده الشهادات المطلوبة وأنه هو إحنا نعطيله حتى الوظيفة الكبيرة، لكن إذا هو ما كان قيادي من مميزاته يعني ما ممكن حينجح. طب إيش رأيك في السيدة اللي بتعمل في حقل كله رجال وهي الإمرأة الوحيدة؟ إيش تقولي لها؟ إيش المواصفات اللي لازم تكون متميزة فيها؟ التفكير الاستراتيجي. ايوه، يعني التفكير الاستراتيجي، يعني ما تتصرف بعواطفها، تحاول دائما تفكر في الخطوات اللي تتخذها يعني تقوم بها. اذا حلفها النجاح ممكن يعني طبعا تقدر تبني على خبراتها السابقه انه ايش ممكن اللي ينجح معاها وايش اللي ما ينجح معاها. و يعني نتمنى طبعا التوفيق، ما يكون في كثير من المشاكل في العمل. مثلا دحين المصانع صاروا كثير يستقطبوا سيدات لانه هم صاروا يعني في مجال مثلا الالتزام في العمل وكذا بيلاقوها يعني ممتازه. رغم انه تكلمت على جزئيه مره مهمه، العواطف. المراه احيانا تحكمها العواطف في بعض الاحيان، وفي بعض الاحيان تكون اكثر قسوه من الرجل في اتخاذ القرارات. صحيح. فيمكن هذه كثير من المجالات بتكون يعني ربما غير محبوبه كثير من مما حولها في مجال العمل، خصوصا من الرجال. في يعني ممكن نتكلم على جزئية انه هي بتحاول تثبت نفسها في مكان العمل اذا كان بيئة فيها رجال ونساء او كان فيها يعني نساء فقط. طبعا القيادة مفهوم جديد يمكن على السيدات في تاريخيا، لو نبي نتكلم متى بدأت تعمل والبيئة متى هيئت اليها، الا في هذه الاوقات 5 سنين 10 سنين السابقة، فهي يعني جديدة في هذا المضمار. فهذا بيخليها انه هي لازم طبعا تحاول تكون قاسيه، تحاول تكون تجو باي ذا بوك احنا نسميه، انه ما تخالف الانظمه بحيث انه تكون تقدر تواكب الرجل في هذا المكان. في نفس الوقت احنا نقول العاطفه تلعب دور، ممكن هي العاطفه تستخدمها بطريقه ايجابيه وليست سلبيه. العاطفه تستخدمها انه هي تفهم اللي حوالينا وتقدر تكسب المجموعة، أكبر مجموعة منهم. ممكن الرجال ما يكون شاطر في هذه النقطة، وبالتالي تقدر تكون يعني قيادية ناجحة أو في وظيفتها ممكن تكون ناجحة. طب إيش الفرق المرأة القيادية العربية وبين المرأة الأوروبية؟ في نماذج أيضا على مستوى العالم، امرأة يعني سيدات قادوا دول
كانت في فيما سبق كنا نسمع المرأة الحديدية مارغريت تاتشر طبعًا. قادت دول وكانوا متقبلين لسياستها في دولتهم، أنا نعم. أقصد متقبلين لها ولسياستها، وكانت يعني لا تحكم مجرد يعني دولة كان لها قرارات خارجية وإلى آخره، ف يعني وقراراتها كانت حاسمة وكانت امرأة صحيح. شديدة. صحيح. فإيش الفرق بين المرأة العربية في القرارات وبشدة في العمل وبين المرأة الغربية؟ وجود الأنظمة والسياسات والأشياء اللي تخليها توصل لهذه المناصب، يعني هي لما لو نتكلم واللي هي المشكلة في الرجل العربي ثقته فيها هي الثقة، هي ثقة مجتمع وثقة لما المجتمع يثق فيها، يعني احنا الآن زي ما قلنا قبل كده انه احنا في المرأة في العصر الذهبي، لأنه بتوضع الآن سياسات لتأهلها انها تقدر تدخل المضمار السياسي مثلا في مجلس السياسي. صحيح. نعم، فهي وجود السياسات اللي تساعد هذه وتوائم الظروف اللي هي تعمل فيها ممكن تساعدها، فهذا الفرق انه في المرأة الأوروبية او الأجنبية في سياسات بتخليها تدعمها انها تخوض هذا المضمار، بالتالي احنا نحتاج هذه السياسات من اصحاب القرارات انه يضعوها لحتى تتمكن المراه، هو تمكين المراه لاداء يعني اذا نتكلم اذا كان شيء سياسي او اقتصادي او غيره، فدائما انظمه الدوله هي اللي تساعد في هذا الشيء. ايوه بس متى الناس يتقبلوا هذه الجزئيه؟ التقبل هذه الجزئيه الثانيه، حطي نظام افرضي وخلي الناس تشتغل عليها التقبل. طب في نماذج، في نماذج ناجحه كثير، ليش ما في ثقه الى الان فيها؟ ثقه المجتمع بها هي شيء يرجع للثقافه. بس مع الوقت الا ما في يعني يكون الثقه تيجي يعني. صحيح. تيجي على مهلها. على مهلها. بس حط القرارات اول. هي بالنهايه الموضوع هو كله يعتمد على المراه، حكمتها في قراراتها، عدم صحيح. تدخل اي عوامل اخرى ربما طبعًا. دكتوره غاده، مثل العواطف، مثل الغيره. ايضا كما طبعًا. الرجل له غيره المراه طبعًا. عندها غيره كمان. طبعًا. فبالنهايه كما تقبلت المراه الرجل كمدير او كقائد لابد في وقت من الاوقات يتقبلها كقائده او مديره. صحيح. يعطيكي الف عافيه. شكرا لتواجدك. شكرا لك. اذا مشاهدي الكرام بعد هذه الفقره ما زالت فقرات من سيدتي مستمره لكم بعد هذا الفاصل القصير، خليكم معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. في سيدتي بعد الفاصل، احذري سيدتي الخلط بين بعض الأغذية والأدوية التي تتناولينها،